هل صافي عطيت حيت على داك السيد عطيت عليه حيت هو خصو هي شي كاين بالبلد بالهضره داك داك في داك السيد حيت كاري هو اللي صار باش بلاتي انا لا بلاتي سمعتك شوف اش شريف اسمعني الله يجازيك بخير المواطن تعامل معاه بواحد الاحترام واحترام المواطن هو انه الى جا عندك تعطيه المساله ديال على انهم جاي تخلي البوطات لواحد اخر ويخلص جوج ثلاثه ماشي من حقك واسمعني نهضر معاك عفوا اسمعني نهضر معاك ماشي من حقك وماشي من حقوق المستهلك وعيب عليك في هذا الظرف الوطني اللي بنات لك مر بواحد الازمه الله يهديك انت الله يهديكم انت شكون عندكم ضمير وخافوا الله وحبوا الوطن السيده جاب عندك طلبات البوطة اعطيها لها عيب عليك حشومة عليك خديتي البوطة ديالك على لا من حقك تاخذي البوطة ومن حق اي مواطن ياخذ البوطة هما ماشي من حق الحانوت على انه يبيع البوطات للناس وهما ما كاينينش بثلاثة وربعة عيب عليك عطيها البوطة الله يخليك خديتي البوطة مرة أخرى عفوا إلا شوف إلا درتي هذا الغلط غتاخذ الإجراءات القانونية اللازمة تعامل